تبتلع المشرق الشمسي البلدية الأولى من حيث المساحة في ولاية القصري، تمسح 684 كيلومتر مربع وعدد سكانها يقرب ل 30,000 ساكن. فيها 6 عمادات. البلدية الموجودة بين أخطر 3 جبال في تونس. بلدية ذات طابع فلاحي بامتياز، كذلك الطابع الفلاحي في المجالات كلها. وقت ما نشوف الإنتاج الفلاحي، هي الأولى في إنتاج الخوخ واللوز والمشماش، وثالثة في إنتاج التفاح على المستوى الجهوي. رغم كثرة الموارد، من الإشكاليات الموجودة هي ما عندناش مثل مؤسسة تحويل أو نقاط تجميع وبيع من المنتج للمستهلك باش تخلي الفلاح يكون قادر على الإنتاج أكثر، وترغيب الشباب بالمنطقة الفلاحية على الاستثمار في المجال الفلاحي. الإشكاليات الأولية اللي وفق الدراسة اللي تقدمت وتعتبر أولوية المواطنين هي أساس الماء الصالح للشراب. والدراسة اللي تمت أنه 56% من ساكني المنطقة البلدية الطلب الرئيسي نتاعهم هو الماء الصالح للشراب. إشكالية الإنارة العمومية وما أدراك من الإنارة العمومية، أو الضغط العالي، أو حاجة الفلاحة للضوء. هذه إشكالية الحقيقة من اللي تسلمنا البلدية، وحتى قبل ما نسلموا البلدية ثم عديد من الفلاحة يعانون إشكالية أنوار الكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بتدعيم الضغط العالي يفك العزلة عن الفلاحة باش قادرين يستثمروا أكثر ديما في الفلاحة، ويكون في فصل الصيف ما يبقوش إشكالية الماء باش يزقوا مراتيح. من بين الإشكاليات اللي ديما نذكروا بها انه في بلدية شريعة ومشرق الشمس المدارس او المؤسسات التعليمية فيها 87-80% منها ما عندهمش ماء، كذلك اكثر من 80% كلهم المسالك المؤدية لهم هي مسالك نتاع تربة، مسالك قديمة، وقت ما تصب شوية مطر يعانوا من الاشكاليات اللي هي ذاتها الفلاحة كي تصب المطر يلقوا إشكالية في كيفية إنهم يخرجوا المنتوج الفلاحي متاعها وإنهم يقوموا بعملية التسويق. وبالتالي ضروري تدخل يعني كل الأطراف من بلدية، الولاية، المجلس الجهوي، الفلاح، التجهيز من أجل فك العزلة على مواطن الإنتاج. كل شيء ناقص، لا حيط، لا شانتي، لا حتى شيء، كلها ناقصاتها الكل، كتبوا ليها الحالة بتاعتها الكل ناقصة.